يعني سؤال طبعا جيد جدا، و يعني علشان نزود الصادرات لازم يكون في واخدين في اعتبارنا الاسواق اللي احنا بنتكلم عليها. مصر عندها اسواق بالنسبه للمنتجين والمصدرين المصريين، لهم اسواق تقليديه في بعض الدول والقارات. هذه الاسواق يجب الا يتم اغفالها اطلاقا، ويوجد اسواق اخرى مستهدفه. بتمنى طبعا انه مجتمع الاعمال في مصر، المنتجين والمصدرين، يكونوا على نوع من سرعه الحركه معانا في التوجه للاسواق الجديده المستهدفه، منها اسواق غرب افريقيا، منها اسواق دول وسط اسيا، منها اسواق كتيره في دول اخرى في من العالم. بيتم الاستهداف عن طريق إقامة معارض منتجات مصرية أو معارض متخصصة هناك، أو الاشتراك في المعارض الدولية الموجودة في هذه الدول بكثافة، تنشيط البعثات التجارية لهذه الأسواق، وإن شاء الله يبقى يعني يكون في بعض من هذه الفعاليات قريب بإذن الله.